مرين مع حضراتكم في حواراتنا لهذا اليوم، ويمكن بنتكلم بعض الشيء عن الأطفال وتنمية المدارك والتربية في البيت والنشأة السليمة، كلها مقومات للمجتمع المصري السليم، وأن هي بتنعكس بشكل واضح على المجتمع في المستقبل، لأن الأطفال هم حملة رايات المستقبل وهم اللي هيبنوا الوطن إن شاء الله بإيديهم، فبالتالي لابد من النشأة السليمة ونشأة قويمة من البيت، وبتنعكس كمان في المدرسة ومن كل المدارك اللي بتبدأ مع الطفل منذ ولادته وحتى إلى أن يتوفى بيتم تنشئته وبيكتسب أشياء من المجتمع. وهل المجتمع في هذه الفترة صالح لأن يكتسب من الطفل؟ هل بيئته بيئة حقيقية بتنمي مداركه بتنعكس عليه بشكل واضح؟ ده كله طبعا بينصب في الأساس على البيت. إذا كان البيت ذو نشأة سليمة وذو نشأة قويمة بيتم نشأة الطفل بشكل قويم وبشكل سليم، وبتكمل ده طبعا المدرسة. خلينا نتكلم عن دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في التنشئة السليمة لطفل سليم، طفل معافى مش جسديا، لا معافى وذو سلوك قويم. برحب بضيفتنا دكتورة ناهد شوقي، استشاري علم النفس في جامعة عين شمس. شرفنا يا دكتورة، اهلا وسهلا بحضرتك. اعتقد ان احنا بنتكلم عن موضوع ذو حساسية، يعني بنتكلم عن طفل دلوقتي بيكون طفل ربما مش مكتسب او مش فاهمه بيكتسب ايه، لكن بنكتشف بعد كده ان هو بيكتسب وبيخزن وبينعكس وبينعكس عليه بشكل واضح أكيد. فبالتالي عايزين نتكلم عن مفهوم الطفل ككل مكتسباته في الفترة العمرية الصغيرة دي. في البداية لازم الطفل، يعني احنا كبني آدمين كلنا اجتماعيين، فبالتالي الطفل كائن اجتماعي، لما هيتولد في أسرة فالأسرة دي ليها مقومات انها فعلا تدي الطفل ده المقومات الأساسية انه يطلع بني آدم صالح بعد كده. طيب اهم شيء الأسرة بتديه انها تكون أسرة اساسا في تفاهم ما بين الأب والأم، لان حتى الخلافات الأسرية ما بين الأب والأم بتنعكس على الصحة النفسية للطفل. تمام. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه يا دكتور، يعني هل الطفل لما بيولد في جيناته الشخصية هو بيولد ان هو طفل قويم سلوكيا، ولا دي من المكتسبات بالنسبة للبيت ومكتسبات المدرسة ومن المحيط الخاص فيه، فبالتالي ده كله بيكون شخصيته اللي بتكون في المستقبل شخصية قيمة، يا اما شخصية من الشخصيات اللي احنا بنشوفها للأسف بترتكب افعال اجرامية وليها سلوك انحرافي بنسميه كلمة النفس زي تمام. اساس الانسان بيتولد عنده نوع من السلوك الفطري، ان احنا سلوك الجينات مولودين بيه، ان احنا يعني الانسان بيخاف بيقلق بيحب بيتوقع الامان من الاسره اللي حواليه، فدي بالفطره ان احنا كلنا محتاجين اسره ترعانا تصرف علينا تهتم بينا حتى تعرفنا يعني ايه الحياه، تعرفنا الصح من الغلط الصواب من العقاب. الجزء الاخر من السلوك بعد السلوك الفطري هو السلوك المكتسب اللي احنا اول حاجه بنكتسبه من الاسره، مش كده بنقول الاسره الاب والام دول المرايه بتوع الطفل، هو بينظر اليها كل يوم وبيقلدها، لان الطفل بيبدا محاكاه الاسره او تقليدهم من سن 3 سنوات. فبالتالي نلاحظ الطفل الصغير لو الوالد بيلبس نظارة الطفل بيحاول يلبسها، لو الوالد بيستخدم موبايل بيحاول الطفل يستخدم الموبايل بتاع الأب، فبالتالي احنا الصورة اللي بيتفرج عليها الأب الطفل وبيقلدها. فلو كان الأب والأم فعلا في البداية في تفاهم وكمان في مفيش تناقض في تربية الطفل ان أم بتضرب وأب بيدلع، فبالتالي هيبقى شيء إيجابي لو الأسرة اتفقت. مش كان مطلوب يا دكتور ان حد دايما بيقولك حد يشد وحد يرخي ولا الحاجات دي؟ ما دي مقولة سليمة. الحاجات دي مظبوطة ولا غلط؟ لحد ما لحد ما سليمة، بمعنى ان انا اكون ام في البيت دلوقتي وعندي اولاد وما عملوش الواجب. تمام. فانا بعاقبهم ان هم لازم يعملوا الواجب لان هيتعاقبوا في المدرسة. بيجي الاب بيكسر كلام الام بقى. ودي الغلط، يعني يقول لهم لا ما تنفع، مش مهم ماما اللي قالته ده، تعالوا اجيب لكم حاجة حلوة، تعالوا ننزل، تعالوا ما نعملش الواجب دلوقتي ونلعب. معنى ان الاب بيكسر كلام الام او الام بتكسر كلام الاب، يعني انا بهدم جزء مهم جدا اللي هو التقدير والاحترام عند الطفل. صحيح. فبالتالي انا اشد وارخي والكلام اللي احنا بنقوله ده شيء مفيد وايجابي، بس في ايه؟ ان انا لازم هطلع الطفل عنده احترام للكبير، ماما كلمتها تتسمع، وبعد ما نخلص هنلعب، بعد ما نخلص الاوردر اللي ماما ادته احنا هنعمل كذا. لكن في كثير من الاحيان الاب لما بيعاقب الطفل الام بتزعل جدا وتقول له مش مهم كلام بابا، تعالى البي لك اللي انت عايزه، والعكس كمان عند بعض الاباء. طبعا ده خطا هيكون كبير، هنناقشه مع حضرتك طبعا بالتفصيل، بس نشوف تقرير يعني صغير بتناول مجمل حديثنا اليوم، بنتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام. ظهرت التربيه مع ظهور الانسان على وجه الارض، اي منذ شعور الانسان بكيانه كفرد ضمن جماعه من الجماعات. فالتربية هي مجموع الوسائل التي بواسطتها نوجه نمو وتكوين الكائن الإنساني،
ومن الناحية السيكولوجية فالتربية حسب تعبير إيميل دوركايم هي العملية التي تمارسها الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم تنضج بعد النضج اللازم للحياة الاجتماعية. تعتبر الأسرة هي مهد التربية، ويتضح أهمية الأسرة في أنها الأساس في تربية الطفل. وإذا أخذنا بالمبدأ البيولوجي الذي يقول إنه كلما كان الكائن صغيرا تزداد قابليته للتشكيل، لذا نجد أن الأسرة لها الأثر الأكبر في تشكيل شخصية وعقلية الطفل، فالأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى التي ينشأ بها الطفل، والأسرة هي مصدر الطمأنينة والأمان. وقد اهتمت قوانين الأمم المتحدة بالطفل وبتنشئته، فالهيئة العامة للأمم المتحدة صادقت بتاريخ 20 فبراير لعام 59 على وثيقة إعلان حقوق الطفل التي تصرح في مقدمتها أن واجب الإنسانية هو أن يمنح الطفل أحسن ما عندها، كما تنص المادة 4 والـ7 والـ9 على ضرورة توفير حق الضمان الاجتماعي للطفل منذ ولادته، وبوجه خاص التغذية الكافية والسكن الصحي والمعالجة الطبية اللازمة. أما المدرسة فتكمل ما بدأته الأسرة من تربية وصقل لمهارات الطفل حتى يصل إلى المرحلة الجامعية، فتزداد مدارك الإنسان ووعيه في إطار المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. فالأسرة والمدرسة والمجتمع هم من يشكلون حياة الطفل حتى يصل إلى مرحلة النضج والوعي، فمن المستحيل فصل دور الأسرة عن المدرسة والمجتمع، فالجزء يكمل الكل. أعتقد تقرير تناول بعض الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل، وربما يكون بعض كذلك المواثيق الدولية التي نصت عليها طبقا لما جاء في التقرير. نص الميثاق رقم اللي صدر في 20 فبراير عام 1959، ودي واجبة الطفل طبعا، وعندنا هيئة متخصصة كمان من تبع الأمومة والطفولة، أحد المنظومات التي تتبع الأمم المتحدة، بتنص على المواثيق أن الطفل له عدد من القواعد لابد أن يتم اتباعها في السلوك القويم. بجد ترحيب مرة أخرى ضيفتنا الكريمة دكتورة ناهد شوقي، استشاري علم النفس في جامعة عين شمس. شرفنا يا دكتور، أهلا وسهلا بك. أعتقد إن إحنا بنتكلم عن مواثيق ليست كمان مواثيق محلية، لمواثيق دولية على المستوى العام على العالم، يعني بنتكلم فيها عن التعامل مع الطفل، طرق التربية السليمة، مشكلاته ومعوقات التربية نفسها، كل المعوقات دي. لكن أبرز المعوقات يا دكتور ربما بنشوف اللي إحنا يعني الأطفال سلوكهم تغير. أكيد. الأطفال فيه سلوك مختلف هذه الفترة، البعض أرجعوا أو أردفوا إن هو بيكون بسبب دخول التكنولوجيا بشكل كبير، متابعة الفيديو جيمز، متابعة الكرتون، كل الحاجات دي يمكن ما كانتش موجودة بشكل موجود في الفترات السابقة، فبالتالي كانت النشأة متحكم فيها الأب والأم بالمشاركة مع المدرسة والمجتمع، لكن دلوقتي دخلت فيها عوامل خارجية. أثر العوامل الخارجية دي إيه في تكوين الطفل فن؟ طبعا ليها تأثير سلبي حتى على النفس، لأن إحنا هو الطفل أساسا يعني بالاضافه لكلام حضرتك في اللي هي القانون رقم 12 لسنه 96، ودي مصر وقعت عليه لحمايه الاطفال في حول العالم. يعني الطفل ده من القانون ده بينص في فقره من فقراته حتى الطفل العامل لو الطفل اشتغل ايه الحقوق بتاعته، فبالتالي الطفل اللي موجود في الاسره ليه حقوق كمان. ايه حقوقه؟ لازم هياكل، لازم يشرب، لازم اسره سليمه، الاكل والشرب والاسره السليمه هتحسس الطفل بالامان، وده عامل مهم جدا. طيب هل دلوقتي الاطفال كلها حاسه بالامان جوه الاسر؟ كتير من الاحيان الاسره بتاكل وتشرب ومعيشه الطفل بيت جميل جدا، بس جزء الامان مفتقد، بمعنى ان الام دلوقتي التكنولوجيا الحديثه خلتنا مش فاضيين شويه، اصبح معظم الامهات بتشتغل وما اصبحش فيه الرقابه الكافيه على الطفل. طب انا بشتغل او مش فاضيه وعايزه اعمل حاجات بيتي، حتى بسيب الطفل قدام زي ما حضرتك بتقول بقى وسائل الاعلام. هل كل وسائل الاعلام بقت سليمه وبتدي فعلا المعلومات اللي احنا كنا بناخدها واحنا صغيرين؟ حتى كان ظهر الكراسه كده في بعض التعليمات. طبعا زمان اغسل يدك قبل الاكل وبعده، واظب على مواعيد الصلاه، في معلومات كده كانت جميله، وكان في فعلا رقي في الاخلاق عند الاطفال زمان. طب دلوقتي كل البرامج الموجهه فعلا بتبث على العدوان، على الغيره، على الحقد، على الحسد، على الضرب، كل البرامج. يعني انا ساعات بسمع برامج انا ذات نفسي بنفعل، اللي انا بقدر اتحكم في انفعالاتي، فما بالك الطفل الصغير؟ كل البرامج الحديثه كلها فيها ضرب بالات دبابات. طيب فبالتالي دكتور الجيمز بقى وشده الاعصاب بالنسبه له، يتفرج على كرتون
ومين بيحارب مين ومين بيضربه بالسيف ومين بيشوف السكينه، الحاجات دي طبعا ممكن تاثر في نفسيته. اكيد طبعا ممكن يحاول يقلدها، أكيد ممكن تنعكس عليه في المجتمع. بتجينا حالات كثيره في العيادات ان الطفل الصغير سحب سكينه وجري ورا مامته، ما زي ما بنشوف في الكرتون، عايز يذبح اخواته، وطبعا هو مش فاهم ان دي حاجه خطر، لكن زي ما شايف في اللعبه انها بتستخدم بعض الاسلحه، فهو كمان عنده حب التقليد. زي ما قلت لحضرتك من سن 3 سنوات بيبتدي الطفل عنده التقليد، فانا شايف برنامج فيه غنى انا هغني، برنامج فيه كلام انا هتكلم زي الكبار. فهكذا برضو طيب البرامج. هو علم النفس بيقول برضو ان هو الطفل مكتسباته من التلفزيون كتيره ولا قليله؟ يعني هل ممكن يكتسب فعلا من التلفزيون شيء زي مثلا اللغه، ولا ممكن يكتسب افعال فقط؟ يعني ايه اللي مكتسب من التلفزيون وايه اللي مكتسب من الواقع؟ التلفزيون طبعا ليه تاثير علينا كلنا مش على الطفل بس، لان احنا حتى كمصريين بنحب يعني نستمد ثقافتنا من التلفزيون، يعني عشان اسمع نشر الاخبار بعرف الجو ايه. ده ثقافته سمعيه بالزبط. يعني احنا بنقول دلوقتي بكل اسف ان الثقافه سمعيه، يعني القراءه قلت كثيرا جداً. حتى لا في جرايد ولا حتى في متابعات لكل الاخبار، غير ان بقى سامع ده انا سمعت فلان قال كذا، ده في التوك شو الفلاني قال كذا، بقت ثقافه سمعيه كل اسف. فالطفل في مرحله ما بيعرفش بقى يقرا، فمش هيجيب جورنان ولا هيجيب مجله، فبالتالي الوسيله الوحيده المتاحه والسهله بالنسبه له هو مشاهده التلفزيون، والدور الام هنا هي اللي بتشجع، لان هي ما عندهاش وقت تقعد تحكي مع الطفل قصص فيها امانه، فيها صدق، فيها احترام، فيها تقدير للذات. ده مهم جدا ان انا اقدر الطفل، لان الطفل هو حاسس ماما مش سائله فيا ولا بابا، ولما بعمل شقاوه بتعاقب. طب انا اهرب في ايه؟ اهرب بالتلفزيون، اقعد قدام برامج ايا كانت نوعيه البرامج، برامج ثقافيه، برامج اجتماعيه، برامج سياسيه. انا بشوف اطفال 3 سنين دلوقتي ليها اراء سياسيه، هو مش فاهم، ومجرد بيسمع وبيقرر سماعي. فبالتالي تاثير طبعا الالعاب بقى الخطيره اللي على الجيمز دي اللي في التلفزيون او في النت وكده، طبعا بتؤثر بلا شك على السلوك وعلى الافكار وحتى على التكوين النفسي بتاع الطفل. طيب. يطلع اكثر عدوانيه. تمام. طيب بعض المجتمعات المتقدمه دكتور بتحاول تدمر الشباب الخاص بالدول مثلا الناميه او الدول ذات البعد الثالث، بنسميها الدول اللي في التصنيف الثالث او التصنيف الثاني حتى كمان، بيحاولوا يدمروا الشباب باعتبار ان بتدخل لهم الحاجات الجيل الرابع، باعتبار ان ده ممكن يدمر المجتمع في المستقبل، والتاثير عن الشباب هو اللي هيكون قائد بعد كده، فبالتالي هو بيدمره فكريا من الاساس. فعلا ده ليه تاثير الحاجات الجيل الرابع من الحرب اللي بيسموها حرب فكريه من الجيل الرابع، مش الجيل الرابع كمان بس في الحرب، لا في حرب فكريه من الجيل الرابع. ما احنا عشان تسيطر على شعب هتسيطر على فكره، ولو حبينا نتكلم على سلوك الانسان بينشا ازاي من مجموعه من الافكار اللي احنا بناخدها اساسا من الاسره، يعني لو الاسره افكارها ايجابيه تجاه المجتمع وتجاه الناس اللي حواليها وتجاه الطفل كمان، فبالتالي الطفل هيطلع عنده كل افكاره ايجابيه. لو الاسره افكارها سلبيه تجاه الطفل، مفيش تقدير، مفيش احترام، مفيش احتواء، طب هو كل اللي بيشاهدوا برامج في التلفزيون بتدعو للعنف والعدوان، فبالتالي كل الافكار اللي عنده هتصبح افكار سلبيه تجاه اسرته وتجاه نفسه وتجاه الاخرين. تمام. طب اسمحي لي ناخد راي ثاني برضه، نسمع دكتوره راي دكتوره محبات ابو عميره استاذ العلوم التربويه والمناهج. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. صباح الخير. شرفونا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. صباح الخير دكتوره. يعني التربيه والمدرسه ليها انعكاس واضح على الطفل، وهو اعتباره طبعا القائد في المستقبل، فبالتالي التربيه سبقت التعليم زي ما بيقولوا وزاره التربيه والتعليم، فبالتالي نحن بنهتم بالتربيه بشكل واضح، والمدرسه عليها دور كبير جدا. مناهجنا ايه يا فندم؟ احتوت ايه عشان نقدر ننمي في الطفل حته الانتماء الوطني وكمان التربيه الفكريه والتربيه الداخليه بالنسبه للطفل؟ والله شوف، احنا دايما نتكلم عن الانتماء وفي الاعلام بنقول كتير وعملنا دراسات فيه، ولكن للاسف الشديد قضيه التطبيق بقى هي اللي بينقصنا. يعني احنا محتاجين بقى دلوقتي ان الاوان نشوف نستفيد من الدراسات اللي اتعملت. عايزين نشوف مثلا نسبه كام من الاطفال ومن الاولاد والبنات ما عندهمش انتماء للبلد، ودي بتتقاس من خلال مواقف او استبيان او عبارات كده بتتقدم للطلبة وبعدين بيجاوبوا عليها، فبنقدر نكشف عن درجة انتمائهم. الحاجة الثانية ان احنا عندنا مؤسسة خطيرة جدا قد تهدم كل ما تقوم به الأسرة، وهي مؤسسة الإعلام. مع احترامي طبعا، انا بتكلم يعني مش بصفة عامة، انا بقول بعض طبعا القنوات الفضائية بالذات الاعلام المرئي، بعض القنوات الفضائية وبعض طبعا انت عارف حضرتك برضو في السينما الافلام وبعض المسلسلات، حتى الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بتأثر
على الاطفال طبعاً. بشكل واضح. طيب دكتوره عايز استغل وجود حضرتك معلش نظرا لضيق الوقت، بس انا عايز اسال سؤال يعني في صميم تخصصك يا فندم. احنا يعني بنتباهى في مصر دلوقتي ان احنا الاطفال اطفالنا يعني تعليمهم اجنبي في مدارس اجنبيه، ليهم متعلمين لغات وللاسف بيفتقدوا حتى اللغه العربيه بشكل واضح. لو اتكلمنا عن منطق ده على وجه التحديد والمدارس دي على وجه التحديد، انتمائهم بيكون للبلد اللي منها المدرسه لدرجه ان احنا ممكن لكن ياتي على راسها ميناء جرجوب. نعم ميناء جرجوب ان شاء الله هنبتدي فيه اعمال الدراسات بمعرفه تحت شرف معالي السيد وزير النقل بالاشتراك مع قواتنا البحريه باذن الله اعتبار منه لحد قادم ان شاء الله. نعم نعم العمل بهذا هذا المشروع الكبير ينتظر ان ينتهي منه متى يعني والمده المقرره له؟ تمام المرحله الاولى فنم من هتاخد ان شاء الله 3 سنوات. نعم. وهو انشاء مبنى للركاب ورصيف للركاب، دي هتاخد ان شاء الله اعمال انشاء من 2.5 سنة الى 3 سنوات. نعم. بتكلفه ماليه 10 مليار دولار. نعم المرحله الاولى فقط. نعم العوائد الاقتصاديه المتوقعه من هذا الميناء؟ لا يا فندم حضرتك حديثه على حرج بقى. نعم اولا احنا اول نقطه مع اوروبا لو بنتكلم في اعمال التجاره البينيه، ولو بنتكلم في اعمال السياحه احنا محافظه ساحليه، لذلك احنا كان اول حاجه بنتكلم فيها هو مبنى ركاب. يعني احنا مخطط الميناء ان شاء الله ان احنا ننشئ مبنى ركاب ورصيف ركاب ورصيف حاويات ورصيف خدمات بتروليه. نعم كان الاول والاجدد ان احنا نتكلم فيه هو الرصيف الركاب علشان نستقبل حتى المراكب السياحيه اللي ممكن يعني يبقى في دعم من مجال السياحه عن طريق البحر وعن طريق مطار مطروح الدولي. نعم سياده المحافظ منذ ايام قليله شهدت المحافظه واحد من اكبر المؤتمرات الاقتصاديه التي وقعت فيها عدد كبير من اتفاقيات التعاون المؤهله لمجموعه من المشروعات الكبرى التي ستشهدها محافظه مرسى مطروح. ماذا عن نتائج هذا المؤتمر حتى الان وما من هذه المذكرات الخاصه بالتفاهم التي سيجري العمل عليها قريبا؟ تمام هو طبعا كل حاجه شفتيه ده وتقديم سيادتك الرائع عن هذا الموضوع كل دي كانت توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. لذلك كان هذا المؤتمر تحت رعايه سيادته. وسيادته اول ما تولينا المحافظه امر بان المحافظه تتغير من كافه الوجوه. احنا عندنا فند محافظه مطروح قايمه على حاجتين يعني منصتين مصدر رزق ما لهمش ثالث. الاول هو السياحه ودي بتخلص موسم الصيف من قضاء الصيف انتهى الموضوع ده. والعامل الثاني هو التجاره البينيه بين مطروح وليبيا. وده متاثر بشكل او باخر نتيجه تردي الاوضاع الامنيه في جانب الليبي، نعمل يا رب الاستقرار لليبيا قريبا. نعم. فكان هناك ضروره لتغيير الحاله دي وايجاد فرص عمل وايجاد مشروعات تغير الشكل الشكل بتاع محافظه مطروح. نعم. المحافظه بتتعامل في الصيف بس يا فندم لمحافظه جاذبه للزائرين طوال العام. نعم. وده التنوع اللي حصل في الانتقاء الاستراتيجي للمشروعات اللي احنا اوريدي وقعنا بها يعني مذكرات تفاهم تحت نعم. اشراف السيد وزير الاستثمار ورئيس هيئه الاستثمار، وكان عرضنا هذا الموضوع بالكامل على السيد مجلس الوزراء مع الساده الوزراء المعنيين، واحنا حاليا بناخد اجراء بقى تفعيل تلك المذكرات. في حاجات حالتين نشتغل فيها ان شاء الله بعد ورود دراسات الجدوى بتاعتها من المستثمرين في خلال 3 شهور، في مشروعات اخرى عملاقه زي الميناء اللي احنا حاطين فيها الدراسات ان شاء الله من يوم الاحد القادم زي ما قلت لحضرتك، دي ان شاء الله منتظر من دراساتها تنتهي نعم 3 إلى 6 أشهر. نعم سياده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح اشكرك على المداخله والتوضيح فيما يخص بدء الاتفاق في تنفيذ ميناء جرجوب خلال شهرين اللي بيمثل اكبر ميناء تجاري بمنطقه النخيله غرب مدينه مرسى مطروح واللي بينفذ بنظام البي او تي بتكلفه استثماريه 10 مليار دولار. ننتقل الى خبر اخر حيث اعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه انه تم الموافقه على انشاء عدد 20 مشروع استثماري جديد بالمناطق الصناعيه بالاسماعيليه بتكلفه تصل الى 200 مليون جنيه ويتيح ما يصل الى نحو 2000 فرص عمل جديده لابناء الاسماعيليه والتي تم البدء في تنفيذها خلال هذه الفتره، وتشمل مشروعات ميناء جاف وخدمات حاويات وتخزين وانتاج طوب وبلاط وخرسانه جاهزه وتعبئه وتجهيز الفوسفات وفرز وتجميع وتجاره الحاصلات الزراعيه وحفظ الخضروات والفواكه وانتاج الاعلاف والدواجن والاسماك والحيوانات، الى جانب تصنيع الملابس الجاهزة وإنشاء محطة توليد كهربائي وإنتاج تلفزيوني. معنا حول هذا الخبر للمزيد من المتابعة وتفاصيل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. صباح الخير سيادة المحافظ.
صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. يعني مثل هذا المشروع الضخم الذي يضم 20 مشروع استثماري، اعتقد انه له فتره قيد الاعداد والتخطيط. وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله عندنا في الاسماعيليه اثنين منطقه صناعيه، واحده في الغرب جنب الاسماعيليه مباشره، واحده في الانطره شرق. دول فيهم العديد من المشروعات القائمه. المشروعات اللي سيادتك اشرت اليها اللي احنا اعلناها دي اللي تم عليها الموافقه مؤخرا، وهيبدا التنفيذ فيها بعد ما اتمت كل اجراءاتها الخاصه بالحصول على الموافقات المختلفه من خلال المجمع الاستثماري اللي احنا انشاناه داخل المحافظه، اللي هو بيتعامل باسلوب الشباك الواحد مع المستثمر. نعم، ان لكم قد ايه من المده تعملون على هذا المشروع يا سياده المحافظ؟ يعني احنا عايزين نقول لحضرتك هي مشروعات قائمه، مشروعات هتقام داخل مناطق صناعيه قائمه بالفعل، فكل مرافقها موجوده، كل اجراءاتها موجوده، المجمع الاستثماري اللي هيتعاملوا معاه موجود، البنيه التحتيه والهيكليه الاساسيه موجوده بالفعل، كله موجود، لان دي مناطق خاصه بالمحافظه قائمه بالفعل. نعم. منطقه مجاوره للاسماعيليه ومنطقه في شرقا في الانطره الشرق، وده ما يخص المحافظه في هذا الشكل من الاستثمار، لكن احنا عندنا استثمار اخر تابعه ان شاء الله للمنطقه الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه اللي طلع بها قرار السيد رئيس الجمهوريه، ودي منطقتين زراعتين تانيين. ده بخلاف ال 20 مشروع يا سياده المحافظ؟ ده خلاف ال 20 مشروع. ده بخلاف ال 20 مشروع. طيب اسمح لي اركز اكتر على فكره ال 20 مشروع. ال 20 مشروع كما ذكرنا في سياق الخبر ستتيح فرص عمل ل 2000 من الشباب، او 2000 فرص عمل متنوعه. فرص العمل دي ستكون متاحه امتى تقريبا؟ المدى الزمني ليها يعني؟ يعني هتبدا متدرجه، فيها فرص عمل هتبدا بشكل عاجل مع بدء التنفيذ الفعلي للمشاريع على طول، وفي فرص عمل منها هتيجي متاخره شويه مع بدء التشغيل. يعني احنا عندنا فرص عمل هتيجي مع بدء التنفيذ، وفي فرص هتبدا وتتاح مع بدء التشغيل، ودي طبقا لنوعيه الفرص والتخصصات اللي مطلوب. نعم. واحنا نعم. عاملين بروتوكول مع الناس دي بالظبط، ان احنا عندنا حتى كمان اسمها جهاز تشغيل الشباب بالمحافظه، اتاحه الفرص دي هنعلن عنها من هذا الجهاز، وهيبقى في من خلال البروتوكول ده هنبقى احنا مشرفين على عمليه التشغيل لغايه ما نضمن فرصه العمل للشباب. وبالتاكيد نحن سنتابع معكم اليات هذه العمليه بمنتهى الشفافيه. سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، شكرا لك على هذه الافاده في هذا الخبر، ومزيد ان شاء الله من التقدم لمحافظة الاسماعيلية وكافة محافظات مصر. مشاهدينا، كانت هذه هي نهاية فقراتنا في هذا الصباح. غدا أسرة عمل جديدة على شاشة النيل الأخبار، متابعتنا وأيضا القراءات الإخبارية مستمرة معكم على مدار اليوم. شكرا لكم.